وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. كيف يحافظ الجزائريون على صحتهم؟ ما هي الأنظمة الصحية والنصائح اللي طبقوها في حياتهم اليومية باش يتمتعوا دايما بالصحة ويتفادوا جميع الأمراض خاصة في ظل هذه الأجواء الباردة؟ بدون إطالة خلونا نشوفوا وش كانت الإجابات. في هذا الشتاء والبرد هذايا يلفو توجور دي تيزان شاد توجور. حنا كيما الناس بكري قالوا لنا توجور العسل الحر تيزانه والقارص هذا توجور. وشوفي اغلبيه المواطنين كامل يشرو تلقيهم الزعتر يشرو كيفاش يقولوا لها لا تيزان ورقيه هذيك فوالا. كاين ما من القرنفل سورتو مع الفتره تاع كورونا هذه تعلمنا يعني زاد الثقافه تاعنا اكثر واكثر في الفتره تاع كورونا ولاو الناس يعرفوا الاعشاب اكثر واكثر. يعني في فترة سابقة ما كناش نعرفوا كثير من الأعشاب لكن درك الحمد لله كما قال الآخر زاد الثقافة تاع الإنسان. أول حاجة تدفئة المنزل وتلبسوا بيان وتحاولوا مثلا كي تعود الشتاء برا ما يتبلش الكور تاعكم ولا وتشربوا لي فيتامين ماكلة سخونة تيزان. نقولها بقبيلية با تفهموا. صح ضد الناس تقبيلي. أغلموا كوران فهم ضيد. مشي سقارة ثيثينا السقارم وقولان زيثو زمور ثمنت فام ضيد إرثم شوارني كتيس داخل كوفي صندا كوفي عند جمال نعمة إكزاكتومو صحيت ثغريفين فام ضيد داذس لوفيان الحاجة اللي تصحي الحاجة خطرة قراءة كثير تصمد فام ضيد الحاجة اسمك يسحمون أكا. ومن ناحيه واحدة اخرى كذلك انا الحاجه اللي نوصي بها يعني نعطيها كنصيحه للمواطنين يعني جميعا ما كاش حاجه كيما البيو حاجه طبيعيه احسن بكثير. يعني شوفوهم يشرو فيتامين سي يشرو زنك يشرو يعني بلوزور ومن نقولوا نعاود توجور كورونا هي اللي دارت هذا الشيء هذايا. يعني الزنك شكون كان يعرف الزنك؟ واحد فينا ما كان يعرف الزنك دوك زاد حتى الثقافه يعني تاع الادويه زاد دخلت لنا في فتره كورونا. ولكن النصيحه الاولى والاخيره تبقى هي اولا الوقايه على كل حال هذا اول حاجه. بالنسبه للشتاء والبرد هذا في حوايج كبار ماشي غير التيزانه والزعتر ولا غير فيها تنبئه ماكولات كما التيشه التيشه بزيت الزيتون الله الله تسخنها وتاكلها تسخن المصار الكرشك يعني الاخر من تدفي لك الاخر كما البركوك الثاني تكمل هذو مليح هذو ومن بعد ندور التيزانه وندور الزعتر وندور النعناع وندور هذه الحوايج هذو مليح سمعتي. اما الادويه هذو تاع لافارماسي هذو ما يلزمش تستعملهم ما يأثروا في الانسان. انا شوفوا مثلا في اليابان تشوفيهم ما في فتره الزكام يديروا لابافات مثلا لو ماسك هذاك توجور يديروه. حنا كورونا 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 توجور هي اللي لزمتنا دونك حنا النصيحه الاولى والاخيره دائما هي الوقايه 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 خير من الف علاج بطبيعه الحال. والعلاج اللي لحقنا ليه نسبقوا في العلاج الطبيعي اذا ما فادناش طبيعي نروحوا للعلاج الطبي. بخصوص الاجواء البارده الشعب الجزائري اول حاجه ولازم يدفي روحه يلبس البسه اللي تكون مناسبه للجو هذا وتكون تلائم مع الجو هذا. والنقطه الثانيه اللي ناكدوا عليها انه كما لاحظنا حنايا ما نشوفوش اذا كان واحد يمارس السبور يعني توجور يعاود ينقص السبور نتاعو لانه الدوش ولانه فيه كاين ثلاث مراحل. المرحله الاولى بعد ما يدير السبور انه مباشره انه يروح يدير الدوش نتاعو وزيد المرحله الثالثه انه ما يدفيش روحه سما بالتالي هذو الثلاث مراحل هذو اذا ضربوا الريح بالتالي ديركت مباشره الى المستشفى يكون يعني يعاني من الامراض. العدس يدير له الروند والاخر ما شاء الله ولا اللحم بقري فهمتني حاجه اخرى. هذو هما الحاجه اللي يخلي الانسان المعنى تاع المعنويه تاع الانسان تقوى هذو هما الحوايج. والخبز حبسوا الخبز نقصوا شويه الخبز باسكو الخبز شويه يدير لكم شويه السكر يدير لكم الاخر هذا ما نزيدش نستعملوه في البرد. الشعب الجزائري كذلك خاصه الناس اللي جايين في الوسط يستعملوا يعني المشروبات كما يقولوا العربيه كما يقولوا التيزان الزنجبيل الحار الاعشاب هذه اكيد عندها يعني دور فعال وعندها يعني في صحه الانسان. بون شتوي كيثورا لي تومبيراتور ما تصوبون تد دونك يعني انا شغل كخام ماثل كخام تسمى الحاجة الماكلة تسمى تصعيض الحاجة شغل اللحم كما المارخا تصعيض لا سبار اكزومبل لوفيان شارفا ابرا تصعيض بيان سور لي تريتمون ناتورال يعني انا لي تيزون ناتورال بيان سور تصعيض بار اكزومبل الزعتر تصعيض زنجبيل اي بنادم ذا ما يفاك كافر الا قضية طيش طوحي ماني سكن قارن شغل تفاضر فيك الف سيارة انا كيكيني باسكو ديك تصعيض نوض ظلمك كورونا ماشي ولاش تصق اسمي عدات تسمى ظلمك
زمكت في لا مالادي زمكت لي سورتو ما الى بنادم يخدم على سبور كان هذا لا فيل سي ديفيسيل دو براتيكي دي زاكتيفيتي سبورتيف دونك بنادم هذه حاله في المينيموم بور ايفيتي الماكسيموم ديري باش يحافظ على صحته. الحاجه الاولى النظام في الاكل ومن بعد النوم يروبوزي مليح ويعرف كيفاش ياكل ويتجنب العفايس اللي يضروا الصحه تاعو. هذا ما كان بالانسان باش يحافظ على الصحه تاعو لازمو خويا الصلاه. الحاجه الاولى هي الصلاه تحميك من بزاف صوالح وسبور والنظام الغذائي تاعك. ما تاكلش بزاف زعما كيفاش نقولوا الماكولات تاع برا. كل شغل الخضروات وكاع دير سبور ورجل البروغرام تاعك تاع القادو وكاع والصحه ربي سبحانه اللي يعطيها زعما ماشي الانسان وانت كي تجيري الصحه تاعك. هي انا غلط خرجت في الليل ضربني الهواء كنت في الدار تفيت هكذايا خرجت برا انايا غير خرجت ضربني الهواء سداري ولا غير طرواجون وانا في حاله الاخت كريمه سداري يحرق هكذا. اللي تسمى قلت لك زيت زيتون كاين تيزان الزعتر الويزا هاد الصوالح زيت الضرو نورمالمون ماشي غلط. زيت الضرو اه وكاين اللي ما يخرجش ديرك تلبس فيستا شغل ما تخليش روحك حتى تلحق تمرض ابريفونسيون ديرك كيما يقولوا بلا ما تلحق. وقايه خير من العلاج يا خوتنا. كي تكون دافي في الدار ما تخرجش هكذاك يضربك الريح وتمرض ولا غير سيجاره.